هنكمل النهارده ان شاء الله في جزء الراديوجرافيك ايمج كواليتي. الجزء ده الحقيقه بسيط فعلا، تقدر تفهمه بمنتهى البساطه، وبعد كده له امبليكيشنز كتيره على يعني على الاكس راي عموما، يعني عشان تبقى فاهم الاكس راي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل فيها في الصوره. طبعا الاوتكم بتاع الاكس راي ايمجينج هو صوره في الاخر، فاي مشكله في الصوره بتبقى مشكله في الجهاز عموما، فلازم تبقى عارف تفرق بين المشاكل اللي لها علاقه ب التكنيك يعني السيتنجز بتاعت الجهاز، والمشاكل اللي لها علاقه بالكومبوننتس نفسها ان فيها مشاكل. فعامة نتكلم على الراديوجرافيك ايمج كواليتي كديفينيشن، بنتكلم على الفايدلتي with which anatomical structures being examined is rendered basically on the radiograph. اوكي، يعني انت دلوقتي المفروض ان انت هدفك انك انت تطلع الحاجه اللي انت عايز تشوفها، الجزء الاناتوميكال ستراكشر اللي انت عايز تشوفه تطلعه في الصوره باعلى كواليتي ممكنه. اوكي، طبعا لما بنتكلم مثلا على صوره زي كده، زي ما انت شايف تحس ان فيها جرينينس، يعني فيها حاجه زي اكن فيها نويز كده صغيره، يعني مش واضحه بنفس الوضوح بتاع الصوره دي مثلا. فعايزين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تسبب وجود نويز بالشكل ده كده على الصوره. عامه نقدر نقسم الكواليتي لعدد من الحاجات. ممكن نتكلم في الاول على سبيشال ريزولوشن، دي اتكلمنا عليها طبعا في الالترا ساوند ايميجنج وفي الام ار اي. انت عايز تشوف دلوقتي التفاصيل، مش عايز انك انت تشوف مثلا يعني ما يكون في ستراكشر صغيره جنب بعض تشوفهم حاجه واحده، عايزهم تشوفهم سيبريت. طبعا بالنسبه للاكس راي بالذات، لو انت بتتكلم على الريزولوشن بالذات، الريزولوشن عالي جدا في الاكس راي، لان الاكس راي عامه لو انت بتتكلم على فيلم كمان، الفيلم الريزولوشن بتاعته يعني عاليه للغايه. الديتكتورز حتى بتاعت الاكس راي هتلاقي الكواليتي بتاعتها والريزولوشن بتاعتها اعلى بكتير من الحاجات اللي انت شفتها في الالترا ساوند في الام ار اي. يعني عادي جدا ان انت تشوف صوره بتاعت اكس راي لو انت خدتها ديجيتال تاخدها 5000 في 5000. اوكي، لما احنا كنا بنتكلم على ام ار اي كنا بنتكلم مثلا 256 في 256، حاجات بالشكل ده. بنتكلم في الالترا ساوند 512 في 512، يعني حاجات ارقام اصغر بكتير جدا. فمن ناحيه السبيشال ريزولوشن هتلاقي الاكس راي متميزه جدا جدا، يعني يعني بمعنى عشان كده بنتكلم مثلا لما يعني في الماموجرافي مثلا اللي هو الديتكشن ايرلي ديتكشن اوف بريست كانسر، بيبقى فيه مايكرو كالسيفيكيشنز بتبقى موجوده داخل التيشوز، وبيبقى هدفنا ان احنا نقدر نشوفها. طبعا بنتكلم على الالترا ساوند تقدر تشوفها ثيوريتيكالي، بس المشكله في الريزولوشن في الالترا ساوند ما بتسمحلكش ان انت تشوفها. يعني لما تكون عندك ريزولوشن مثلا 0.1 ملم والاستراكشر ده بالمايكرون مش هتشوفه، انما هنا في الاكس راي اكشوالي تقدر تشوف المايكرو كالسيفيكيشن دي لما تكون الريزولوشن بتاعتك 10 اكس او 10 تايمز الريزولوشن بتاعت الالترا ساوند. بنتكلم على حاجه اسمها الكونتراست ريزولوشن، هي الابيليتي تو ديستنجويش اناتوميكال ستراكشرز، يعني تقدر تميز، يعني مثلا هنا شايف العظم مثلا، ويعني اقدر اميزه عن التيشوز اللي حواليه. طبعا انا هنا ببص على العظم مثلا، ممكن في صوره تانية ابقى عايز ابص على حاجه مش عظم، يعني مثلا عايز ابص على اللانجز مثلا. اوكي، فهي اللانجز بتبقى ما هياش عظم. فعامه ازاي ان انا اقدر اميز الديفرنت اناتوميكال ستراكشرز، شوف كونتراست عشان اقدر اميز الحاجه اللي انا عايز اشوفها، يعني كونتراست بينها وبين الحاجات الاخرى، اشوف في فرق بينها وبين الحاجات الاخرى، ده مهم جدا كايمج كواليتي. طبعا مهم جدا برضو ان احنا كونسيدر الراديوجرافيك نويز، وهي طبعا random fluctuations in the intensity of the image. ideally المفروض الصوره تطلع حاجه يعني زي مثلا الابيض اللي هنا ده كده، وزي الازرق اللي هنا، وزي يعني كل لون يبقى فلات كده ما فيهوش اي تغيرات خالص. اللي بيحصل عاده ان احنا بنحصل على حاجه شكلها كده، الحاجه اللي احنا شايفينها هنا دي كده بنسميها مطل. اوكي، بتشوف حاجه زي ساندي ستكتشر كده موجود عندك، اكن في رمل موجود على الاستراكشرز اللي هنا، نتيجه لحاجات كتيره بقى. منها بنتكلم على، لو بنتكلم على فيلم دلوقتي ما بقاش كتير بيستعمل، بس عامه كان زمان بيبقى الفيلم بيبقى له تاثير، لان الفيلم نفسه عشان يطلع الصوره هو الكومبوزيشن بتاع الفيلم بيبقى عباره عن جرينز، والجرينز دي بتبقى من ماده معينه لما بتتعرض للضوء بتتغير بشكل معين، بقدر بعد كده اظهرها لما احمض الفيلم. فعلى حسب الجرينز اللي عندي، حسب السايز بتاع الجرينز دي، ممكن يبقى في عندي فيلم يبقى هاي ريزولوشن وفيلم يبقى لوور ريزولوشن.
بنتكلم على structure model، بنتكلم على ان basically يعني بنتكلم على ان الصورة نفسها لما مثلا بصور structure معين مثلا، فرضا انا بحط اكس راي كده مثلا، وفي عندي structure زي داخل الجسم مثلا، وبيبقى عندي هنا detector. العملية بتاعت الانتراكشن بين الاكس راي وبين الاستراكشرز دي ما هياش عملية ديترمينستيك، دي عملية probabilistic. يعني كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان احنا لما بنعلى بكذا بيبقى البروبابيليتي بتاعت الانتراكشن اعلى، لما بنقل بكذا يبقى البروبابيليتي بتاعت كذا بتتغير بالشكل الفلاني، فهي في probability of interaction. الفكرة في probability دي معناها ان انا دلوقتي النقط المختلفة هنا ممكن يجي لها يعني different amounts of x-ray يعني بطريقة random. يعني بمعنى ان هنا مثلا ممكن النقطة دي مثلا المفروض انها تدي مثلا ليفل 100 مثلا، وهنا المفروض تدي 50 مثلا، ممكن ال 100 دي تبقى 110، ممكن تبقى 90، ممكن ال 50 دي تبقى 40، ممكن تبقى 60. اوكي، فبيسكلي في variations اوكي نتيجة لل probabilistic nature of interaction between the x-ray وال tissues الموجودة عندنا. اوكي، فدي حاجه بنسميها structure model، يعني basically variations او noise جايه لنا نتيجه لل probabilistic nature of interaction between the x-ray with tissues. في عندنا هنا بقى حاجه تانية، لما بنتكلم بقى على السنسورز الجديده اللي هي الايمج ريسبتورز اللي بتبقى في الاخر هنتكلم عليها بتفاصيل، هي بتشتغل ازاي. هي basically بتبقى مثلا يعني سنسورز معينه بتبقى solid state بيسك، لما بيجي عليه الاكس راي بتعمل بتدي مثلا رياكشن معين، رياكشن ده انا ممكن اقيسه في الاخر يعني كسنسور زي اي سنسور في الدنيا، بقدر اقيسه واحوله في الاخر لكهرباء، واحولها في الاخر ديجيتال، وفي الاخر يبقى عندي الصوره كلها رقميه. فالطريقه اللي بيحصل بيها برضو الكونفرجن ده ما هياش ديترمينستيك، يعني برضو فيها جزء بروبابيليستيك، فممكن يحصل نتيجة للطريقة اللي بتتحول بيها الاكس راي لصورة ديجيتال، بيبقى فيه برضو بعض النويز كده ممكن تدخل معايا في الصورة وتأثر على الكواليتي بتاعت الصورة. عامة لما بنتكلم على الايمج ريسبتورز بيسكلي يعني زي التصوير العادي، زي مثلا لما بنتكلم على التصوير الضوئي، انت لو عايز تطلع فيري هاي كواليتي ايمج لازم الإضاءة تبقى قوية جدا، او لو الإضاءة عادية محتاج إن أنت تفتح العدسة فترة أطول شوية، علشان بيسكلي لما بتفتح العدسة فترة أطول السنسور إليمنتس بياخدوا فوتونز أكتر، وبالتالي لو في نويز لو في فلكتويشنز تبتدي تبقى سموث أوت. أوكي، تبتدي تقل، يعني ما يبقاش لها تأثير كبير. أوكي، يعني مثلا اللي فيكو يعني كان بيحب الفوتوغرافي، أو يعني واحدة من الهوايات اللي ممكن تبقى يعني لطيفة، ممكن مثلا أنت عارف لو أنت عايز تصور السماء، لو عايز تصور النجوم مثلا، ممكن إن أنت تسيب فتحة العدسة يعني العدسة مفتوحة بتاعة الكاميرا فترة، وتقدر تصور actually حركة النجوم يعني basically، ويطلع لك الكواليتي عالية. أو لو أنت عايز تصور صورة في ضوء خافت مثلا، لازم إنك أنت تفتح العدسة فترة طويلة. طبعا المشكله في فتحه عدسه فتره طويله دي ان ممكن يبقى فيها موشن ارتيفاكس، لو انت ماسك العدسه بايدك لازم طبعا العدسه تبقى ثابته، بس النقطه ان انت مع المده هتلاقي ان النويز بتقل. الكلام ده على فكره هتلاقيه ان جنرال موجود في كل الايمجنج موداليتيز، يعني نتكلم على الالترا ساوند لو كنا بنعمل افريج بناخد وقت اطول عشان ناخد نويز اقل، الام ار اي نفس الكلام لو احنا عملنا فيز انكودنج ستيبس اكتر بناخد وقت اطول، بس بيبقى الكواليتي بتاعت الصوره اعلى، بيبقى النويز اقل، سيجنال تو نويز ريشيو اعلى. هنا نفس الكلام الايمج ريسبتورز، لو انا كنت بتكلم على الفاست ايمج ريسبتورز هي بتاخد وقت قليل يعني السكند بتاعها قليل، اوكي هتلاقي ان هي عاده فيها هاي نويز ولور سبيشال ريزولوشن. طبعا الاثنين لهم علاقه ببعض باي ذا واي، لان النويز دي بتاثر لك على الريزولوشن، لما بيكون عندك حاجات جنب بعض صغيره النويز بتاثر عليها ممكن ما تشوفش الفرق بينها. اوكي، وبالتالي يبقى عندك لو كونتراست ريزولوشن. اوكي، فبيسكلي بنتكلم على لو انت عاوز هاي ريزولوشن هاي سبيشال ريزولوشن وهاي كونتراست ريزولوشن، انت محتاج لو نويز ومحتاج سلو ايمج ريسبتورز عشان تقدر انك انت يعني بيسكلي تعوض بقى كل الحاجات اللي موجوده دي. فبالتالي لما بتتكلم على السلو ايمج ريسبتورز اللي هي بتاخد وقت اطول شويه عشان تطلع لك الصوره، بيطلع لك في الاخر الكواليتي بتاعت الصوره اعلى نتيجه ان السبيشال ريزولوشن اعلى،
والكونترست بيسكلي نتيجه طبعا النويز قليله، السبيشال ريزولوشن عاليه، والكونترست ريزولوشن برضه تقدر تشوفه بشكل افضل. يعني هنا مثلا الكونترست، لو شفنا الكونترست هنا هتلاقي ان الدنيا فيري كلير، هنا هتلاقي لا الدنيا مش واضحه قوي، لان ممكن يبقى في نقط هنا مثلا تلاقي النويز خلت الحدود بتاعت الـ مثلا البول اند سوكيت جوينت اللي موجود عندنا هنا دي، اللي هو الموجود عندنا هنا في مثلا هيب جوينت دي، هتلاقي عندك فيها مشكله انك انت تميزها بشكل واضح. اخر حاجه خالص لها علاقه بالراديوجرافيك نويز، وهي الحاجه اللي احنا اتكلمنا عليها في الجزء بتاع الانتر اكشن، هي الكومبتون سكاترينج، هو اساسا المين سورس اوف سكاتر راديشن. السكاتر راديشن انت ايديالي عاوز ان انت كل واحد من الخطوط، لو انا بصور مثلا بيشنت هنا كده واقف هنا والايمج ريسبتور هنا، انت عايز الريز تمشي ستريت فورورد كده وتدي لك صوره محدده، يعني بتمشي في اتجاه معين، بحيث ان انا الاستراكشرز الموجوده هنا تبان لي هنا وهنا تبان لي هنا وهكذا. لما يكون في عندي بقى سكاتر راديشن بتلاقي ان الخط جه كده ومشي كده، او جه كده ومشي كده، اي حاجه بقى يعني في اتجاهات مختلفه، بتلاقي ان جالك اللي هي الفوتونز اللي جايه لك من السكاتر راديشن دي جايه لك بشكل راندوم، فبالتالي بتسوبر امبوز على الصوره يعني بشكل نويز، اكن عندك الصوره بي عليها فوج، اكن عليها ضباب كده. الضباب ده جاي لك من الايه؟ ما بيبقاش شكله نويز كده، ما بيبقاش شكله جريني كده، ما بيبقاش شكله ماتل بالشكل ده كده، لا بيبقى شكل اكن فوج. لو انت يعني شفت اي صوره اكس راي على الانترنت هتلاقي ان شكلها اكنها ضبابي كده، شكلها اكنك بتبص للصوره من ورا حاجه مخليه ان في بلور كده، يعني ما انت شايف بوضوح. اوكي، كل ما كان سكاتر راديشن اكتر كل ما كان في يعني بيسكلي الوضوح بتاع الصوره بيقل، نتيجه ان بيبقى في راديشن في كل مكان، وانت حاطط بعد كده فوقيه بقى الصوره بتاعتك. راديشن هو سكاتر راديشن ده بيدي لك لاير اوف فوج موجود على الفيلم وبعد كده او على الصوره، وبعد كده بيتحط عليها الصوره الحقيقيه، فبالتالي بتلاقي ان الكونتراست في الصوره الحقيقيه ما بقاش بنفس الوضوح. هنتكلم على ازاي بقى ان احنا نحاول نعلي الريجرافيك ايمج كواليتي باستعمال حاجه، يا اما بنستعمل حاجه اسمها كوليميتر او بنستعمل حاجه اسمها جريد. في الاخر الاثنين دول بيحاولوا يقللوا لنا الايفكت بتاع السكاتر راديشن. هنتكلم بقى دلوقتي على الحاجات اللي لها علاقه بالكواليتي بتاعت الصوره برضو، اللي هي بعض الحاجات اللي فيها جيومتريك ديستورشن. جيومتريك ديستورشن معناها ان انا دلوقتي انا بصور حاجه معينه ومعتمد ان الصوره اللي طالعه دي اولموست نفس الحاجه اللي انا بصورها بنفس الحجم بنفس كل حاجه. طبعا عندنا في حاجه لابد منها هي الماجنيفيكيشن. انا بحط الاكس راي تيوب كده والاوبجكت اللي انا بصوره فرضا بيبقى كده والفيلم بيبقى كده، ده الايمج ريسبتور هنا. اوكي، فلو انا بصيت على الجيومتري ده كده هلاقي طبعا احنا بنتكلم على هنا الفوكال سبوت اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت، هي موجوده هنا، هعتبر ان هي حاجه ليميتد بالشكل ده كده، دي الويندو اللي انا بطلع منها الجلاس ويندو اللي بطلع منها الاكس رايز. فهتلاقي ان انت بيسكلي الحاجه اللي بتطلع بشكل يعني اكنك عندك تريانجل بالشكل ده كده، هتلاقي ان في يعني بيسكلي ماجنيفيكيشن حصل نتيجه ان انا بيسكلي الري بيمشي من هنا كده وبيوصل هنا في شكل في نقطه ابعد شويه. اوكي، فطبعا من التماثل بتاع المثلثين، المثلث اللي فوق ده كده والمثلث الكبير ده خالص كده، هتلاقي طبعا ان الطول ده بالنسبه للطول ده هو المسافه دي بالنسبه للمسافه دي كلها. اوكي، فالماجنيفيكيشن فاكتور بيبقى بيسكلي بيعتمد على، او هو نفسه الديفينيشن بتاعه هو الايمج سايز على الاوبجكت سايز، على الاكشوال اوبجكت سايز. اوكي، الايمج سايز هو ده، الاوبجكت سايز الحقيقي هو ده، هتلاقي ان هو بيساوي العلاقه بين بقى اللي هي زي ما كنت بقول لك دي على دي بتساوي المسافه دي على المسافه اللي هي الكليه دي، فهي المسافه دي بنسميها السورس تو اوبجكت ديستانس اس او دي، السورس اللي هو الاكس راي تيوب للاوبجكت اللي هو الشخص اللي انا بصوره. اوكي، وبتكلم على السورس تو ايمج ريسبتور ديستانس اللي هي اس اي دي، اللي هي المسافه من الاكس راي تيوب لغايه الايمج ريسبتور. اوكي، فبتساوي اس اي دي على اس او دي، فبالتالي انت بتشوف هنا الاكشوال اوبجكت سايز اكشوال انت ممكن تحسبه بالشكل ده. انت ممكن ان انت تبقى عارف اوريدي تقيس المسافات دي وتكوركت بقى الكلام اللي انت بتقيسه على الصوره نفسها. يعني لو انا بقيس مسافه معينه على الصوره عايز احسب مثلا
في مثلا حصوه مثلا معينه عايز احسب حجمها او عايز احسب الدايمنشنز بتاعتها في الصوره مثلا، يبقى ممكن ان انا اخد في اعتباري بقى المسافات دي، ابقى انا اقيسها واخد في اعتبار الكلام ده. اوكي، واخد في اعتبار الكلام ده عشان احسب الاكشوال اوبجكت سايز بيساوي كام بالايكويشن دي، هي عكس دي بالظبط. اوكي، يعني الاوبجكت سايز هي الايمج سايز في الاس او دي على الاس اي دي، يعني مجرد بس ان انا عملت ري ارينجمنت للايكويشن دي. اوكي، بس احنا عامه يعني القياسات بتاعتنا عايزينها تبقى يعني بيسك، عايز الصوره تبقى اولموست ذا سيم از الحاجه الحقيقيه، مش عايز انها تتغير. فعاده ببقى عايز مينيمايز الماجنيفيكيشن. فعشان تمينيمايز الماجنيفيكيشن، خلينا نبص على دي تاني بشكل مختلف شويه. يعني بيسكلي الماجنيفيكيشن بتاعك هو بيساوي الكلام ده، انت عايزه يبقى اولموست بيساوي واحد. اوكي، فمعنى يساوي واحد معنى كده دي عايزه تقريبا تساوي دي. اوكي، عاده الحاجه اللي انت تقدر تقيسها اسهل هي المسافه اللي هي من هنا لهنا دي، زي ما انت شايف كده، اللي هي الاوبجكت تو ايمج ديستنس او اي دي، اوبجكت تو ايمج. صعبه شويه لو انت تخيلت السيناريوز اللي احنا بنصور بيها اكس راي، هتلاقي ان عاده يعني عشان تقيس من الاكس راي تيوب للشخص هتبقى يعني الى حد ما صعبه. هنا انت ممكن اكشولي المسافه دي تبقى سهله تقيسها، وسهل انك انت تغيرها، سهل انك انت تتحكم فيها كمان. اوكي، يعني هنا مثلا لو انا عايز امينيمايز الاوبجكت يعني ايمج ديستنس، ايمج ريسبتور ديستنس، يبقى بيه خلي الاوبجكت بتاعي او خلي السبجكت بتاعي اللي بيتصور اخليه لازق في الايمج ريسبتور، اخليه تاتشنج الايمج ريسبتور، يعني خلاص يبقى ده اصغر مسافه ممكنه. فبيسكلي لو انا بصيت على الايكويشن بتاعتي اللي هي دي كده، الاس اي دي زي ما هي خليها، دي هي عباره عن الاس اي دي ماينس الايه؟ ماينس اللي هو الاس او دي او الاو اي دي. اوكي، فبالتالي انا عايز ده يبقى اولموست بيساوي واحد. فبالتالي كل ما انا كبرت، وطبعا المسافه دي يعني لها مينيمم، ما اقدرش ان انا اخليها صفر. اوكي، لو عايز اخليها صفر يبقى معنى كده الشخص هو يبقى هو نفسه الايمج ريسبتور، وده ما ينفعش، يعني انا بصور الايمج ريسبتور نفسه ما ينفعش. اوكي، فلازم يبقى الشخص واقف يا دوبك في مسافه هنا، فدي عامه ما اقدرش ان انا اتحكم فيها، او يعني لها مينيمم، ما اقدرش ان انا اقللها عن المينيمم. ممكن اوصلها للمينيمم ده، بس بعد ما اوصلها للمينيمم ما اقدرش اعمل اي حاجه ثانيه. فعشان اخلي ده يوصل يبقى تقريبا واحد، يبقى احسن ان انا اكبر ده بقى، اكبر اس اي دي. لو الاس اي دي كبرت فوق وتحت، يبقى معنى كده انت خليت المينيمم ده يبقى انسيجنيفيكانت بالنسبه لده. يعني مثلا لو انا الاس اي دي مثلا كان متر، يعني 100 سنتي، والاو اي دي كان 1 سنتي. اوكي، يبقى معنى كده هتلاقي ان الحاجه اللي انت هتشوفها هنا تبقى 100 على 99. اوكي، الماجنيفيكيشن بتاعك 100 على 99. لو انا خليت ال 100 دي 200 مثلا، يبقى ودي برضه ستيل 1 سنتي، يبقى معنى كده في ال 200 دي هتبقى 200 على 199، يبقى معنى كده دي اقرب للواحد. اوكي، فعامه كل ما انت كبرت اس اي دي مع تكبير مع تصغير الاوبجكت ايمج ريسبتور ديستنس، انت بتوصل الماجنيفيكيشن يبقى اولموست واحد. اوكي، يعني بمعنى ان ما بقاش في ماجنيفيكيشن، فلازم الاثنين دول مع بعض، ما هماش حاجه او حاجه ثانيه، الاثنين زائد بعض. اوكي، ما ينفعش ان انا اقول ده انا اكبر اس اي دي ويبقى كده كويس، ما فيش مشكله، مش مشكله بقى الاو اي دي. لا، انت دلوقتي لو فكرت في الايكويشن بالشكل ده كده، لو انا خليت الاس اللي هي الاو اي دي دي كبيره، يبقى معنى كده انت خلاص يعني هيطلع لك ماجنيفيكيشن حتى لو انت كبرت دي. اوكي، فهتبقى مشكله. فانت لازم تعمل الاثنين دول مع بعض عشان تاخد ماجنيفيكيشن يبقى اولموست واحد. اوكي، في كل الاحوال عايزك تبقى عارف ان الصوره اللي بتطلع في الاكس راي بيبقى لها ماجنيفيكيشن. اوكي، ممكن يبقى ماجنيفيكيشن صغير جدا، يبقى 1 بوينت زي مثلا حاجه 100 على 99 مثلا، بس يعني ستيل في ماجنيفيكيشن ان ثيوري، ما ينفعش ما يبقاش في ماجنيفيكيشن. احنا بنحاول مينيمايز ماجنيفيكيشن عشان نبسط الدنيا بالنسبه للطبيب، لو عايز ياخد قياس من على الصوره من على الاكس راي ايمج، ما يبقاش عنده مشكله ان ياخدها مباشره من غير ما يقعد بقى يعمل كالكوليشنز ويبقى عنده الاس او دي والاس اي دي، يعني مش محتاجين احنا نعمل الكلام ده. لو في اي اسئله من فضلكم اسالوا في اي وقت. في عندنا برضو هنا في الاكس راي نتيجه ان احنا بنعمل بروجكشن، احنا عندنا هنا ضوء يعني سورس اوف لايت، وعندنا هنا اوبجكتس موجوده بنصورها. اوكي، ف يعني بيسكلي زي ما انت اكن عندك بطاريه فلاش لايت كده،
وفي الظلام مثلا قاعد بتحرك الفلاش لايت ده بتشوف حاجات مختلفة، يعني حسب انت بتعمل مثلا يعني بتسلط الفلاش لايت ده على ايه بتشوف حاجات مختلفة، يعني اللي هي الحاجات اللي مثلا الالعاب الناس بتعملها مثلا اللي بتحرك ايديها قدام الفلاش لايت عشان تطلع اشكال على الحائط وبتاع، يعني الحاجات دي كلها يعني نفس الافكار هتلاقيها هنا. اوكي، هتلاقي بيسكلي يعني بداية لو انا عندي الاوبجكت بتاعي ثيكر، يعني لو عندي مثلا اوبجكت بالشكل ده كده واوبجكت بالشكل ده كده، خلينا نبص على الجزء ده كده. هنا زي ما انت شايف كده الاكس رايز ماشيه، يعني خلينا نكبرها هنا اكتر شويه كده، ده الاوبجكت بتاعي الاكس راي ماشيه هنا زي ما انت شايف، هنا ما شافتش تقريبا اتنيويشن خالص، هنا شافت اكتر شويه، هنا شافت اكتر كمان، هنا شافت بقى ايه تقريبا الثيكنس كله. فتلاقي ان انت عندك جزء هنا كده بيبقى حاجه زي يعني ظل كده، بقى حاجه ما بقتش الحدود بتاعه الاوبجكت بتاعك ما بقتش بنفس الشاربنس اللي كانت موجودة عليه في الاكشن اوبجكت. لما يكون طبعا الاوبجكت بتاعي كل ما كان ثينر كل ما كان المسافة دي اللي هي البلور اللي بيطلع لي هنا وهنا دوت كل ما كان اقل. اوكي، فدي مشكلة لما تكون انت بتبص على حاجة لها ثيكنس، وعادة كل الاستراكشرز الموجودة عندنا في الجسم لها ثيكنس. اوكي، فممكن هيطلع لك حاجات بالشكل ده في الصورة. اوكي، تبقى متوقع ان يطلع لك على الحدود بتاعه اي ستراكشر له ثيكنس في الجسم الانسان، تلاقي ان في يعني الحدود بتاعته ما تبقاش as sharp as الحدود بتاعه اوبجكت تاني يبقى thinner. في حاجه تانيه برضو ريليتد للبوزيشن بتاع الاوبجكت نفسه within الري، يعني نتكلم على ده سنترال راي، وفي عندك يعني ممكن مثلا بالنسبه للاكس راي لو في عندي اوبجكت هنا واوبجكت هنا، ايه الفرق بين الاثنين؟ هتلاقي ان اللي بيحصل كل ما انت بعدت الاوبجكت عن السنتر هتلاقي ان يبتدي يحصل له حاجه، يعني بيسكلي وخاصه لو له ثيكنس يبتدي يحصل له حاجه زي ديستورشن كده، جيومتريك ديستورشن. يعني لو انا ببص على حاجه ثين بالشكل ده كده، لو ببص على حاجه زي كوين مثلا، اوكي بيسكلي هتشوف ان هما الاثنين المفروض الماجنيفيكيشن ما بيتغيرش باي ذا واي، يعني لو الاوبجكت بتاعي اتحرك من هنا لهنا الماجنيفيكيشن هنا بيبقى هو اولموست زي هنا، ما فيش حاجه مختلفه ككونسبت هتلاقي ان هي نفسها. فمعنى كده هنا هتشوف دي تقريبا زي دي، ما فيش اختلاف كبير. كل ما حصل بقى تغير في الثيكنس، لو انا فرضا بدل ما كان الاوبجكت عندي هنا شكله زي ديسك كده بقى شكله زي كوره، هتلاقي الدنيا تختلف بقى، لان بيسكلي لما انا ببص على كوره فيرتيكالي كده غير لما ببص عليها بالشكل ده كده، الاقي ان يبتدي يحصل ديستورشن لشكل الكوره، يبقى شكلها عامله زي ايه، يعني يبقى مور اليبسويدال عن الشكل الاصلي اللي كان المفروض يبقى موجود. اوكي، دي كلها جايه من شكل البروجكشن نفسه هنا عامل ازاي. اوكي، انت هنا بتعمل يعني الانجلز نفسها اللي انت بتاخد بيها الخطوط هتلاقي ان هي في الاخر هت end up ان هي تعمل لك الديستورشن ده نتيجه لوجود الثيكنس اللي بقول لك عليه دوت، يعني وجود ثيكنس هنا بيعمل لك الديستورشن اللي احنا شايفينه هنا ده كده. بنتكلم برضو على لو في عندنا اوبجكت شكله له شكل بقى، ما هوش مثلا شكله منتظم زي كوره، اوبجكت له شكل كده ممكن يكون irregular، هتلاقي ان انت لو انت بصيت على البروجكشن اللي يبقى ستريت فورورد يبقى vertical على الاوبجكت هيبقى غير لما انت تكون بتبص على نفس الاوبجكت من انجل. زي ما انت شايف شكل الريز هنا هتلاقي ان هي عملت على الصوره عملت امبريشن شكله كده، فهنا بيبقى شكله كده، فتلاقي ان الشكل بيبتدي ينبعج يبقى في ديفورميشن كده نتيجه للانجل او للمسافه اللي بين الاوبجكت وبين السنترال لاير او سنترال راي اللي موجود عندك في الاكس راي بيم. كل ما انت قربت للسنتر كل ما قل الديستورشن في الجيومتريك ديستورشن اللي بيحصل للاوبجكت بتاعك. حاجه ثانيه برضو، لو انا عندي فرضا اوبجكت بالشكل ده كده، لو انا نفس الاوبجكت هو كان بارلل للامج ريسبتور او ما هوش بارلل يبقى شكله كده، هو نفس الاوبجكت بالظبط مجرد بس لففته كده في الاتجاه ده كده بقى هنا كده. اوكي، هتلاقي ان انت في الحاله الاولانيه لما يكون بارلل للامج ريسبتور هتلاقي ان يطلع لك الطول بتاعه بالماجنيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عليه. اوكي، فمعنى كده ان هو تقدر تحسب الماجنيفيكيشن ده وتقدر تخليه اولموست بواحد، نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده.
لما يكون نفس الاوبجكت بالشكل ده كده انت بتشوفه اقصر بقى بالشكل ده كده، نتيجه ان هو شكل البروجكشن بتاعه هيبقى اصغر زي ما انت شايف هنا كده، نتيجه لان هو عامل انجل مع الايه مع الايمج ريسبتور. اوكي، فبالتالي بيبقى عندك بعض المشاكل برضو ان انت تاخد قياسات، لان البروجكشن ايمجنج عموما في مشكله. دي مش اكس راي بقى، اي بروجكشن ايمجنج هيبقى فيه نفس المشكله دي، نتيجه ان انت بتعمل بروجكشن في اتجاه معين، فالبروجكشن ده بياخد النقطه دي يوديها هنا، وياخد النقطه دي يوديها هنا في نقطه في مكان تاني، فبالتالي بتلاقي ان انت عندك مشاكل لما يكون الاوبجكت بتاعك عامل انجل مع الايه؟ عامل انجل مع الايمج ريسبتور، ما هواش بارلل ايمج ريسبتور، فبالتالي بيبقى عندك مشاكل في الديستنسز نتيجه للكلام ده. طبعا المشاكل دي هنشوف بعد كده ان احنا في السي تي نتيجه ان احنا بنعمل بروجكشنز في اتجاهات مختلفه بنقدر بقى نشيل الايرورز دي خالص، وعشان كده هتلاقي ان السي تي لما نيجي نتكلم عليه هو اكس راي بيزد ايمجنج موداليتي، بس القياسات بتاعتها ادق ما يمكن، يعني ادق واحده من الايمجنج موداليتيز كلها. فعامه بنتكلم على الديستورشن دوت باختصار كده ان هو ان ايكوال ماجنيفيكيشن اوف ديفرنت بورشنز اوف ذا سيم اوبجكت. اوكي، وساعات بنسميها شيب ديستورشن، لان هو بيحصل ديفورميشن للشيب اللي بيطلع عندنا في الصوره عن الشيب الاصلي نتيجه للان ايكوال ماجنيفيكيشن ده. انا خدت حاجه معينه بصور حاجه معينه، والحاجه المعينه دي بيسكلي كبرت حته فيها اكتر من حته، فالحاجه النهائيه اللي هشوفها في الصوره حاجه شكلها ديفورمد عن الحاجه الاصليه. والكلام ده بيعتمد على الاوبجكت ثيكنس، على البوزيشن، على الشيب، كل الكلام ده بيأثر معايا. اوكي، يعني الديستورشن بيختلف باختلاف الحاجات دي كلها. طبعا الثيكر اوبجكت ار مور ديستورتد ذان ذا ثينر اوبجكت. اوكي، لو انا بتكلم على الام اوبجكت بلين والامج بلين ما هماش بارلل، اكيد بيحصل برضه ديستورشن اضافي بالنسبه للديستنس. اوكي، فناخد بالنا من الحاجات دي ونبقى عارفين ان هي ممكن في بعض الاحوال يبقى في عندنا مشاكل في القياسات او مشاكل في الكواليتي بتاعه الريبرودكشن بتاعه الاوبجكت اللي انا بصوره في الصوره نتيجه لوجود بقى العوامل المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها. واحده من الحاجات برضو اللي احنا كنا يعني اتكلمنا عليها سريعا كده بس نتكلم عليها دلوقتي بتفاصيل شويه هي الفوكال سبوت بلر. اوكي، احنا ايديالي في التصوير عموما بنتخيل ان احنا عندنا نقطه، والنقطة دي بتطلع رايز في جميع الاتجاهات كده. اوكي، وهي اللي بتعمل لها بعد كده بتاخد الحاجة اللي انا يعني بصورها مثلا تكون هنا كده وتطلعها لي في الصورة. اوكي، طيب دلوقتي لو انا ما عنديش نقطة، عندي حاجة شكلها يعني لها فاينايت ويدث كده، يبقى معنى كده دلوقتي في رايز طالعة من هنا من كل نقطة، في رايز طالعة من هنا، فهتلاقي ان بيسكلي عندك مالتيبل رايز طالعة من اماكن مختلفة، يعني كل واحدة كل نقطة على السورس اعتبر انها هي اكنها بوينت سورس لوحديها. فبالتالي لو انا بصور اوبجكت زي كده مثلا، نفس الاوبجكت اللي احنا يعني في الكتاب واخده كده كمثال، بتلاقي ان انت يعني لو الفوكال سبوت بتاعتك زي ما انت شايف هنا كده، فتلاقي في راي ماشي من اول النقطه دي ويوصلك يعني بعد يعدي على الاوبجكت ويوصل هنا، ومن الناحيه الاخرى بيبتدي هنا وينتهي هنا، فبيحصل لك حاجه كده زي فوكال سبوت بلر، يعني بيبقى حاجه زي كده ظل او حاجه زي يعني هو الاكشوال او التكنيكال تيرم بتاعها اسمه بينامبرا. البينامبرا هي الجزء ده كده، الجزء اللي بيحصل اللي هو اللي بيبقى في النص ده بيسموه امبرا. اوكي، فبيزك الجزء ده هو اللي بيحصل اللي هو ده الصوره بتاعتك اللي انت عايز تشوفها فعليا. اوكي، الاجزاء الاخرى دي بقى هي الحدود بتاعه البلر اللي بيحصل في الحدود اللي موجوده بتاعه الاوبجكت بتاعك. اوكي، نتيجه لان انا عندي كل واحده من النقط دي بتدي لك راي مختلف، فبالتالي لو انا عندي مثلا لو في فرضا في النص هنا في راي، الراي ده هيدي لك حاجه في النص هنا، فعشان كده انا باخد الاولاني والاخراني عشان اشوف الحدود بتاعه الايه البلر دوت. اوكي، فهتلاقي ان هتلاقي ان الحدود بتاعت اي اوبجكت انت بتحاول تشوفه في الاكس راي هتلاقيها الى حد ما بليرد شويه نتيجه للايفكت بتاع الفوكال سبوت بلر. اوكي، في حاجه نلاحظها من الكلام ده بقى ان الجزء اللي هنا ده زي ما انت شايف يعني البلر اللي هنا اصغر من هنا،
ليه الكلام ده؟ لان احنا نتخيل ان الفوكال سبوت شكلها كده، بس اكشوالي هي مش شكلها كده، هي شكلها كده، هي اكشوالي شكلها هي موجوده على الـ على الـ اللي هو التارجت، والتارجت ده يعني بيسكلي بيبقى سلوب، احنا اتفقنا ان بيبقى فيه سلوب عندنا عشان الموضوع بتاع ان احنا بنصغر الفوكال سبوت، اوكي؟ فبالتالي شكلها كده. فلما بنتكلم ان هي ماشيه بالشكل ده كده، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت حاجه اسمها الهيل افكت، لان بيسكلي لو انا بتكلم على التارجت بالشكل ده كده، وعندي الجزء ده هو ده اللي بيطلع منه الاكس راي مثلا، هو ده الحاجه اللي انا في الاخر يعني بيطلع منها الاكس راي بالنسبه لي، فهتلاقي ان انت الاكس راي بتطلع من هنا مفيش اي مشكله خالص، تروح في اي اتجاه، دي بتطلع من هنا مفيش اي مشكله، بس لما تيجي تتحرك هنا بتمشي داخل التارجت فبتبقى اتنيويتد. فاحنا قلنا ان الانتنس بتاعت الاكس راي بيم بتبقى في الكاثود سايد بتبقى اقل، بتبقى اعلى من الانود سايد، ده الانود سايد وده الكاثود سايد، اوكي؟ لان الجزء بتاع الانود سايد ده بيبقى فيه الهيل افكت نتيجه لان الجزء من الاكس راي او يعني الاكس راي اللي ماشي في الاتجاه ده كده بيمشي جزء منه في التارجت، فبالتالي بيحصل له اتنيويشن. فبالتالي لو انت حتى سبتك من الجزء ده كده هتلاقي ان انت لو انا دلوقتي بتكلم على الريز اللي انا كنت بتكلم عليها دلوقتي، خليني اوريها لك بشكل يبقى اوضح شويه. انا دلوقتي بتكلم على اوبجكت مثلا شكله كده زي ما احنا بنتكلم كده، اوكي؟ لو انا دلوقتي ماشي بري هنا من هنا كده لهنا، ومن هنا نفس الكلام هنا كده، اوكي؟ لو انا خدت نفس الكلام ده بالناحيه الثانيه برضو نفس الكلام هنا كده، بص الفرق بين الاثنين دول عشان الانجل دي، هتلاقي بيسكلي المسافه دي اصغر من دي، اوكي؟ فبيسكلي انت بتتكلم دلوقتي على ان السلوب ده او الانجل بتاعت الانود نفسها اللي هي الانجل بتاعت الفوكال سبوت بتاثر تخلي الجزء اللي في الانود سايد اصغر من الايه كاثود سايد. الفوكال سبوت بلر في الانود سايد بيبقى اصغر من الفوكال سبوت بلر اللي موجود عندك في الكاثود سايد، اوكي؟ لان بيسكلي الانجل دي انت من الانجل دي شايف الفوكال سبوت بشكل مختلف عن اللي انت شايفه هنا. انت لو انت واقف في النقطه دي دلوقتي انت شايف الفوكال سبوت بسايز، سايز هو بيسكلي لو انا خدت فيرتيكال لاين هنا كده هو ده، يعني هو ده السايز اللي انت شايفه هنا، انت شايف سايز اقل زي ما انت شايف هنا كده. فبالتالي الافكتيف فوكال سبوت عند اماكن مختلفه بتتغير حسب انا اقرب للكاثود ولا الانود. كل ما قربت للانود كل ما الفوكال سبوت بلور بقى اقل، كل ما يعني قربت من الكاثود كل ما الفوكال سبوت بلور بقى اكتر، اوكي؟ هل الفكره واضحه في الجزء ده؟ طبعا الفوكال سبوت بلور ده باي ذا واي هو الديترمينانت بتاع السبيشال ريزولوشن، لان بيسكلي انت لو انا بصور نقطه واحده، نقطه واحده بس، اوكي؟ النقطه الواحده دي هيبقى لها بلر، يعني بيسكلي لو انا بصور نقطه دي نفس الكلام برضو، خلينا نحطها بنفس الشكل كده، لو انا برضو رجعت تاني رسمت النقطه دي الريز بتاعتها تمشي ازاي، يعني ده مثلا هيمشي كده، اوكي؟ مثلا وده هيمشي كده، اوكي؟ ففي الاخر يطلع لك هنا النقطه دي بقت ايه، بقت دلوقتي مش نقطه، بقت دلوقتي بقت حاجة زي يعني كبرت بالشكل ده كده، اوكي؟ بقت حاجة كبيرة. فهي بيسكلي حسب الفوكال سبوت بلور ده هو اللي بيحدد لك النقطة أصغر نقطة تبقى قد إيه، اوكي؟ لأن مفيش نقطة أصغر من الفوكال سبوت بلور. فبالتالي السبيشال ريزولوشن بتبقى هي بيسكلي يعني الديترمينانت بتاع السبيشال ريزولوشن. فالفوكال سبوت بلور هو أساساً caused by the effective size of the focal spot. Okay. Effective size معناها ان انت دلوقتي شايفه ازاي من النقطه اللي انت فيها دلوقتي. Okay. هل انت شايفه زي ما انت باصص هنا من الانجل دي، انت عندك حاجه شكلها كده وانت يا اما تبص عليها كده يا اما تبص عليها كده. لو ببص عليها كده بشوف حاجه صغيره زي ما انت شايف هنا كده. لو ببص عليها كده بشوف حاجه كبيره. Okay. فهي على حسب انت بتبص عليها منين، الافكتيف سايز اوف فوكال سبوت هو اللي بيحدد لك
الفوكال سبوت بلير شكله عامل ازاي في المكان اللي انت فيه دلوقتي. فمعنى كده هو اولا يعني هو اللي بيحدد السبيشال ريزولوشن. تاني حاجه بيتغير حسب المكان، يعني بيتغير حسب المكان بتاع الاوبجكت بتاعك في الناحيه دي ولا في الناحيه دي، في ناحيه الكاثود ولا في ناحيه الانود. وطبعا بنتكلم على ان هو كمان بالاضافه للفكره بتاعه الانود سايد ان هو بيبقى سلوب، فعشان كده بيبقى لما تبص عليه من الجنب ده الايفكت في سبوت سايد بتبقى صغيره. بالاضافه للهيل ايفكت كمان لما بنضيف الاثنين دول على بعض بيبقى بيسكلي بنتكلم على ان كمان الـ يعني الفوكس بوت بلر بيقل نتيجه كمان للهيل ايفكت. اوكي، فبيقل في الجزء ده نتيجه لحاجتين، نتيجه للافكتيف سايز بتاع الفوكال سبوت بيبقى اصغر بالاضافه للهيل افكت اللي بيخلي الاكس راي انتنسيتي اقل، فبالتالي بتخلي الفوكال سبوت بلر هنا يبقى مسافته اصغر شويه. طيب ايه علاقه بقى الكلام ده، هل في علاقه للفوكال سبوت بلر بالمكان بتاع الاوبجكت بالنسبه للايمجنج اباراتس؟ الايمجنج اباراتس هي الاكس راي تيوب والايمج ريسبتور. انا بحط الاوبجكت فين بقى؟ لو انا حطيت الاوبجكت هنا قريب، يعني خليت المسافه اللي هو من السورس اوبجكت ديستنس او الاوبجكت ايمج ديستنس، خلينا نتكلم عن الاوبجكت ايمج ديستنس، ان هي كبيره غير لما اخلي الاوبجكت ايمج ديستنس تبقى صغيره. هتلاقي ان انت لو انا حطيت الاوبجكت بتاعي هنا زي ما انت شايف كده، لو انت شفت الجيومتري لو هي نقطه برضو، هتلاقي ان الفوكس سبوت بلر بتاعك بقى كبير جدا بالشكل ده كده، نتيجة ان هو بيسكلي الريز بتمشي بالشكل ده كده. يعني هي السايز بتاعت الفوكال سبوت بلر هو ممكن برضو تاخده بنفس الايكويشن بتاعت الماجنيفيكيشن، هتلاقي الاس او دي على الاو اي دي، نتيجه ان انت بتتكلم بقى هنا على المثلث، ما هواش مثلثين كده، لا احنا بنتكلم بقى على المثلثين كده، ده مثلث كده ومثلث كده، مثلث كده بتاع الفوكال سبوت وهنا الفوكال سبوت بلر. فبيسكلي الاثنين دول بيبقوا بشوف دي على دي، ويبقى هي المسافه او الديستنس دي على دي تساوي كام. فهنا الاس او دي او ما صح الافكتيف فوكال سبوت اللي هي المسافه دي على الفوكال سبوت بلر اللي هي المسافه دي بتساوي المسافه دي على المسافه دي، يعني اس او دي على او اي دي. اوكي، فبالتالي الفوكال سبوت بلر تقدر تحسبه من الايكويشن دي ان هو الايفكتيف فوكال سبوت سايز في الاو اوبجكت ايمج ديستنس على الاس او دي اللي هو المسافه اللي بين الايه اللي بين الاوبجكت وبين الايه بين اللي هي الاكس راي تيوب. اوكي، فطبعا هنا واضح جدا ان انت عشان تصغر الفوكال سبوت بلر عايز اصغر دي، يبقى معنى كده انا محتاج فوكس. طبعا الايفكت فوكال سبوت اتفقنا ان ممكن يبقى في عندنا مالتيبل فوكال سبوتس، ممكن يبقى عندنا حاجه اسمها لارج فيلمنت وحاجه اسمها سمول فيلمنت. فلما بستعمل سمول فيلمنت الفوكال سبوت ايفكت فوكال سبوت سايز بيقل، فبالتالي دي تقلل لنا الفوكال سبوت فوكال سبوت بلر. يعني ممكن اقلل الايفكت فوكال سبوت بان انا اغير الفيلمنت. اوكي، وممكن اقلل دي ان انا ازود السلوب. فاكرين انتوا كان ممكن يبقى في عندنا نوع من انواع التارجتس، يبقى عندنا حاجه كده وكده، يعني يبقى في عندنا مالتيبل سلوبس بالشكل ده كده. اوكي، كل ما خليت السلوب بتاعي اكبر بالشكل ده كده، كل ما لو نفس المسافه هنا وهنا، هنا بشوف الفوكال سبوت كده، هنا بشوفها اقل، تبقى دي المسافه دي اصغر عشان السلوب اعلى. فدي ممكن نغير الكلام ده بالديزاين بقى بتاع التيوب نفسها. بس وانس ان عندي تيوب خلاص ما اقدرش اعمل حاجه. اوكي، ما اقدرش ان انا اغير بقى في السلوبس والحاجات دي، ممكن بس اختار الفيلمنت تبقى سمول فيلمنت عشان البيم نفسه اللي جاي لي يبقى صغير. البيم اللي جاي لي ده بيبقى ايه الديستنس بتاعته، هي حسب الفيلمنت بتبقى هي اللي بتحدد لي البيم سايز بيبقى عامل ازاي. غير كده بقى لو انا مش عايز اغير حاجه خالص لها علاقه بالتيوب، في ايديا بمنتهى البساطه لو انا حركت النقطه دي نزلتها لتحت زي ما حطيتها هنا كده مثلا في النقطه دي كده، كل ما انا قربت النقطه دي من الريسبتور، كل ما خليت الاوبجكت ايمج ديستنس تبقى صغيره جدا وخليت السورس اوبجكت ديستنس بقى كبير جدا. فمعنى كده انا بصغر ده وبكبر ده في نفس الوقت، مجرد بس ان انا بحرك الاوبجكت اخليه قريب من الايمج ريسبتور، وده الحاجه المعتاده، يعني ده الحاجه اللي احنا دايما بنحاول نعملها. فعشان كده ما هياش ادفانتج او اكشوري ما هياش صح ان انا اخلي الاوبجكت بتاعي او السبجكت اللي بيتصور يبقى بعيد شويه عن الايمج ريسبتور، لازم يبقى لازق في الايمج ريسبتور،
يبقى المسافه بينهم الايمج ريسبتور تبقى اصغر ما يمكن، علشان زي ما احنا شفنا قبل كده اول حاجه بتخلي لنا الماجنيفيكيشن يبقى اولموست واحد، بتخلي لنا الفوكال سبوت بلور يبقى اصغر ما يمكن. اوكي، فبالتالي الريزولوشن بتاعت الصوره تبقى افضل ما يمكن. في عندنا بقى السبجكت فاكتورز، طبعا بنتكلم على حاجات كتيره طبعا، يعني الصوره نفسها الكواليتي بتاعتها هتبقى عامله ازاي، بيبقى يعني لو في كونتراست مثلا ولا حاجه بيعتمد على سبجكت فاكتورز، بيعتمد على مثلا الماس دنسيتي بتاعت التيشوز بتاعت السبجكت، بيتكلم مثلا يعني في لو في فات غير لما يكون في ماسلز غير لما يكون في بون كتير، يعني حسب انا بصور اي مكان بالظبط. فعامه لما بتكلم على السبجكت بنتكلم على الكونتراست الموجود عندك، يعني نوع الماتيريال او نوع التيشوز الموجوده في جوه الجسم، بنتكلم على الثيكنس بتاعت البيشنت، طبعا دي لها علاقه بالكلام اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، التيشو ماس دنسيتي طبعا اكيد لما بتكلم على زي ما بقول لكم واحد في الفات اكتر من الماسلز بيبقى مختلف، الافكتيف اتوميك نمبر دي نوع التيشوز نفسها اللي انا بصورها، يعني لما اصور اللانجز غير لما اصور مثلا العظمه مثلا في اختلاف في الاتوميك نمبر، افكتيف اتوميك نمبر، شكل الاوبجكت لما بصور برضو مثلا ليمب مثلا غير لما بصور تشست، شكل الاوبجكت بيتغير، وبالتالي التغير ده بيحصل لنا عنه ديستورشن معين، فحسب الحاجه اللي انا بصورها الشيب بتاع الحاجه اللي انا عايز اصورها بيطلع لي ديستورشن مختلف. طبعا في الاخر الكيلو فولت بيك ده من اهم الحاجات اللي علاقه بالايمج كونتراست بالسبجكت كونتراست، لان في عندنا علاقه واضحه جدا بين الكي في بي وبين الابزوربشن، ابزوربشن في الانواع المختلفه من التيشوز كمان. اوكي، فاحنا يهمنا طبعا الحاجه الاساسيه اللي تهمنا هي الفوتو الكتريك افكت، فدي الحاجه اللي تهمنا، والكومبتون سكاترينج مش عايزينها. فبالتالي احنا شفنا قبل كده ان الابزوربشن او البروبابيلتي بتاعت الانتر اكشن بالفوتو الكتريك افكت بتتغير بالكي في بي، وبرضه نفس الكلام البروبابيلتي بتاعت الانتر اكشن بتاع الكومبتون سكاترينج بتتغير بالكي في بي بالانرجي، وقلنا ان دي بتتغير واحده على اي تو ذا باور 3 ودي بتتغير واحده على اي، وبالتالي دي بتلاقي بعد شويه ان الكومبتون سكاترنج ابتدى يبقى دوميننت في الـ في الهاي كي في بي. اوكي، ف بنتكلم على واحده من الحاجات اللي هي بيسكلي يعني المفروض الطبيب بيحددها، وبتبقى هي على اساسها بيطلع الصوره يعني بالشكل اللي هو مطلوب، بيبقى يختار الكي في بي مناسب للاوبجكت اللي هو بيصوره. يعني مثلا لو نتكلم مثلا على ان احنا بنصور ب 40 غير 60 غير 80 غير 100، يعني كل واحده فيهم بتلاقي ان في كونتراست بيطلع لك مختلف نتيجه للانتر اكشنز اللي هي الفوتو الكتريك والكونتراست سكاترنج بيطلعوا مختلف. مش بس الصوره بتطلع مختلفه، بيطلع النويز اللي فيها مختلف. عاده بيبقى برضو عندك في الاكس راي ممكن يبقى في احتمال للموشن بلر، يعني ممكن يحصل موشن ارتيفاكتس. الموشن ارتيفاكتس طبعا بتبقى اقل شويه في الاكس راي عن الحاجات الاخرى، ان احنا بناخد لقطه. اوكي، بس عامه عشان تقلل الموشن بلر او الموشن ارتيفاكت بتحاول تقلل الاكسبوجر تايم. اوكي، بتحاول ان انت في بعض الاحيان بتريستريكت البيشنت موشن، يعني مثلا لو البيشنت مش قادر ان هو يبطل حركه بتحاول ان انت تحطه ريستريننج، تحطه على ريستريننج ديفايس، يعني تحاول تثبته على التيبل. اوكي، ودايما بتحاول تخلي السورس تو ايمج ديستنس تحاول تكبرها على قد ما تقدر، ولازم تصغر دي علشان الاثنين دول زي ما قلنا بنقلل الماجنيفيكيشن، وفي نفس الوقت لما بنقلل الماجنيفيكيشن بنخلي لما يكون في حركه صغيره بتبقى ستيل برضه ما فيهاش مشكله، لان لو في حركه وفي ماجنيفيكيشن بتلاقي ان هي الايفكت بتاعها بقى دوميننت على الصوره كلها. اوكي، في الاخر احنا لما بيطلع لنا صوره بيطلع لنا في الاخر الحاجه اللي تهمنا هي الكونتراست. اوكي، يعني مثلا لما بتكلم على هنا واخد مثال كده يعني كرتون كده بيتكلم مثلا في عندي 1000 اكس راي فوتونز انسيدنت على الثعبان ده، هتلاقي لو هو من غير اي حاجه خالص كده يعني ما فيهوش حاجه، يعني هو كله نفس تيشو بيطلع لها مثلا 800 اكس رايز اكس راي فوتونز هنا من الثعبان ده، لو هو غير الكونتنت اللي موجود عنده بيطلع لي حاجه مختلفه. فبالتالي بيبقى في كونتراست بين الوضعين دول او بين المكان اللي فيه تغير عن المكان اللي ما فيهوش بنسبه، مثلا هنا بنتكلم على كونتراست بيبقى دي على دي بتبقى حوالي 2.67. هنا نفس الكلام برضو بتكلم على في التيشيرت بتاعتنا بيبقى في عندنا انواع مختلفه من التيشيرت، في عندنا عظم وفي عندنا
يعني مثلا بنتكلم على سكين وفات ومصل، وبنتكلم على ممكن يبقى في عندنا مثلا اورجنز، انترنال اورجنز من جوه داخل الجسم زي الليفر زي الكيدني. في الاخر لو انت بتنزل اكس راي هتلاقي ان مثلا حصل اتينويشن مثلا في البون مختلف كتير جدا عن بقيه الاجزاء الاخرى. اوكي، فتلاقي مثلا في البون بيحصل اتينويشن اكتر بكتير نتيجه ان الماس دنسيتي بتاعتنا اكتر بكتير، واحنا اتفقنا الافكتيف اتوميك نمبر اكتر بكتير، اتفقنا في الفوتو الكتريك افكت بيبقى فيه زياده في البروبابيلتي اوف انتر اكشن ديبندنج على الافكتيف اتوميك نمبر تو ذا باور 3. فبالتالي بيطلع لك هنا مثلا 400 اكس راي 400 فوتون مثلا من ال 1000، هنا بيطلع لك 900، يبقى معنى كده الكونتراست هنا بيبقى 2.25، يعني معنى كده تشوف فرق في الانتنسي بين الاثنين بالنسبه دي. اوكي، في عمدة في سبجكت فاكتورز بتبقى لها علاقه بالكلام ده. عشان كده على فكره احنا في لما بيبقى في بعض الحاجات عايزين نشوفها وهي الكونتراست الطبيعي بتاعها ما يسمحش ان احنا نقدر نميزها عن الحاجات اللي حواليها، بنضطر نحط كونتراست ايجنت بقى، نحط مثلا حاجه زي باريوم، بنحط حاجه زي ايودين، بحيث ان احنا في الاخر نقدر نشوفها بشكل واضح. هنبتدي نتكلم على الجزء اللي له علاقه بالكنترول اوف سكاتر راديشن، والحقيقه الكلام ده هتكلم على السلايد دي دلوقتي، وبعد كده يعني في الاخر يعني هنبتدي المره الجايه من نفس السلايد دي برضه. يعني بيسكلي زي ما كنت بقول لكم ان احنا دلوقتي لما بنبعت اكس راي بيبقى في جزء بيروح بيمشي ستريت فورورد يعمل لنا الصوره، وفي جزء تاني بيعمل بقى سكاترد، يعني بيحصل له سكاترنج في كل الاتجاهات، بحيث ان يبقى عندنا مشكله ان يبقى السكاتر راديشن ده يعمل لنا فوجنج على الايمج ريسبتور، يعني يبقى في عندنا اكن في عندنا باك جراوند الومينيشن كده. لما انا دلوقتي بحاول اصور صوره كويس، والصوره دي بيسكلي يعني في باك جراوند الومينيشن كده، او في حاجه زي مثلا اكني حطيت مثلا يونيفورم انتنسيتي كده على كل الاماكن اللي موجوده عندي في الصوره، فبالتالي الكونتراست بيبقى أسوأ. يعني لما اكون بصور حاجه فيها ستيب بالشكل ده كده، اوكي، هنا مثلا دي صفر ودي واحد مثلا، غير لما اصور حاجه شكلها كده وتطلع لي كده، هي برضو دي واحد ودي اتنين، يعني المسافه دي نفس دي بالظبط، بس دلوقتي بقى الكلام ده سوبر امبوز على حاجه زي باك جراوند راديشن كده او فوج. اوكي، فلما تيجي تبص تشوف الصوره دي تحس ان هي الكونتراست بتاعها مش زي دي، الكونتراست هنا تلاقيه فيري شارب، هنا الكونتراست هتلاقيه مش بنفس الوضوح، مع ان نفس الحاجات اللي انا ببص عليها هي واحده، بس اكشولي هي سوبر امبوز على السكاتر راديشن في الباك جراوند ده، فيعمل لنا مشكله. فالفكره بقى في ان احنا نحاول نخلي السكاتر راديشن ده يبقى اقل، انا بحاول ليميت البيم. كل ما عملت ليميتيشن للبيم للجزء اللي انا عايز اصوره بس، كل ما كان السكاتر راديشن بتاعي بقى يبقى اقل. يعني على سبيل المثال لو انا دلوقتي بصور الاوبجكت ده، انا محتاج مثلا اصور الهيد مثلا، او اصور جزء ده في التشست مثلا، ساعات مثلا البيشنت بيتصور كده عشان يصور السباينال كورد مثلا. اوكي، لو انا سايب البيم او سايب البيم كله طالع ما بعملوش اي نوع من انواع الريستريكشن، فبتلاقي ان البيم بيمشي يعني يروح لكل اجزاء البيشنت، الاجزاء اللي انا عايزها والاجزاء اللي انا مش عايزها، فبتلاقي ان انت الاجزاء اللي انت ما انتش عايزها اللي انت مش فارقه معاك دي ممكن يجي منها سكاتر راديشن على الاجزاء اللي انت عايزها، فتعمل لك مشكله. وكل ما كبرت الاجزاء المعرضه للاكس راي كل ما انت زودت الاحتمال بتاع ان السكاتر راديشن يبقى اكتر في الجزء اللي انت مهتم بيه. هنا انت خلاص انت الجزء ده هو اللي بتصوره، انت خلاص يعني ما عندكش حل، لازم تصوره، لازم يبقى الاكس راي تقع عليه، فانت خلاص بتاخد بس السكاتر راديشن اللي جاي لك من الجزء الصغير ده. فكل ما انت عملت ريستريكشن للبيم كل ما كان افضل للتصوير. طبعا هو افضل من ناحيه اخرى ان هو بيبقى بالنسبه للدوز بتاعت البيشنت بيبقى اقل، يعني بعرض البيشنت بس في الجزء اللي هو انا محتاج اصوره. اوكي، فان شاء الله المره الجايه نتكلم بقى على الديفايسز اللي هي بنستعملها عشان تعمل لنا ريستريكشن للبيم، ونتكلم بقى على بعض الحاجات برضه اللي ممكن نحطها في الايمج ريسبتور عشان تقلل لنا الايفكت بتاع السكاتر. هل في اي اسئله؟ طيب ان شاء الله المره الجايه هنرجع تاني نكمل من الجزء اللي هو نفس السلايد دي عشان يعني نبتدي من نفس النقطه، ونبتدي بقى نتكلم على الكوليميترز، نتكلم على الجريدز، ونتكلم على الموفينج جريدز، بحيث ان احنا نفهم
ايه الميجرز اللي احنا بناخدها علشان نحاول نحسن الكواليتي بتاعت الصوره بان احنا نقلل السكاتر راديشن. اوكي، هل في اي اسئله قبل ما نخلص؟ طيب ان شاء الله عندنا يوم الاحد بقى المحاضره القادمه، لان الخميس اجازه، وان شاء الله يبقى عندنا توتوريال نكمل فيه الاسئله اللي احنا ما كملناهاش المره اللي فاتت، وناخد بعض الاسئله الجديده اللي على الجزء ده. حاولت ان انا ادي اسئله كتير على اساس ان انتوا تشوفوا اسئله كتيره، يعني المفروض دي تبقى يعني ادفانتج مش ديس ادفانتج، يعني عامه لو انتوا حسيتوا انها تو ماتش يعني قولوا لي. وهيبقى في هوم ورك ان شاء الله ينزل يعني اليوم، بحيث برضو اليوم او غدا يعني، بحيث برضو يبقى الاسئله اللي انت بتاخدها في التيتوريال تبقى عارف في الاخر هتحلها ازاي في الهوم ورك ان شاء الله. شكرا جزيلا، ونراكم على خير. السلام عليكم.